<applause> نحن سعداء جدا على لطفي وتواضعه ومحبته نحن نحب كوبا من القلب و... جئنا بحب نحمل صوت عربي اصيل يقف الى جانب كوبا الثوره بكل صدق وبكل قوه ولازم تثقوا ان لديكم ملايين الملايين الذين يحبونكم رغم الحصار ورغم العقوبات ورغم الحظر ثقوا ان وراءكم شعوبا عديده وبلا مصالح كنت سألتكم سيد الرئيس عن علاقاتكم بالثورة الفلسطينية السلطة وخصوصا المقاومة ونظرتكم للمقاومة الصاعدة التي تلقن الآن الاحتلال الإسرائيلي دروسا قاسية عليه وهو يعيش أزمات داخلية حقيقية وأيضا ونحن نتحدث عن حركات المقاومة والثورة في المنطقة العربية لدينا مقاومة لبنانية انتصرت على إسرائيل والاحتلال وعلى الغزو أيضا فما رايكم في المقاومه اللبنانيه تحديدا حزب الله وقائده السيد حسن نصر الله؟ كنا قد بدانا بربط مجموعه من التقييمات والمشاعر تجاه العالم العربي وتجاه مجموعه من الدول الاخرى خلال الجوله التي قمنا بها العام الماضي والتي بداناها من الجزائر. حسنا كانت تلك الجوله بالنسبه الينا مؤاتيه وضروريه لانها سمحت لنا من بين امور اخرى باستعاده العلاقه المباشره مع مجموعه من البلدان التي لم نتمكن بسبب سنوات الجائحه من تعزيز هذه الروابط بحيث كانت العلاقه افتراضيه تقريبا وكان من المهم جدا ان ازور الجزائر فانا انتمي الى جيل نشا وترعرع وهو يسمع عن الثوره الجزائريه وعن العلاقه الوثيقه القائمه بين الثوره الجزائريه وقادتها والثوره الكوبيه منذ وقت طويل وعن زيارات فيدال للجزائر وعلاقته بالقاده الجزائريين ولم تكن قد اتيحت لنا الفرصه لزياره هذا البلد الشقيق قبل هذا الوقت لقد كنا فعلا موضع ترحيب اخوي للغايه حيث طرح الرئيس الجزائري ومعه الحكومه الجزائريه مجموعه كامله من مشاريع التعاون مع كوبا والتي رحبنا بها كثيرا وايضا تمكنا من التعرف على تاريخ ذلك البلد وثقافته والفهم الخالص لعلاقه الاخوه تلك التي تربطنا بالشعب الجزائري الشقيق لقد كانت اول مهمه صحيه امميه لكوبا في الخارج في الجزائر بالتحديد وذلك في السنوات الاولى للثوره فسافر الاطباء الاوائل الى الجزائر وهكذا ولد التعاون الكوبي في مجال الصحه مع شعوب اخرى في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه وهذا يعد علامه فريقه في تلك العلاقه التي نحتفظ بها في الذاكره التاريخيه لكل من كوبا والجزائر لقد كانت فلسطين بالنسبه الينا القضيه التي ندافع عنها في جميع الاوقات وقد دافعنا دائما عن قضيه الشعب الفلسطيني العادله ضد الظلم الذي يمارس بحقه وبسبب الطريقه التي حرموا بها شعبا ارضه وغيرها من الممارسات الاجرامية والكثير من العنف بهدف تضييع حقوق الشعب الفلسطيني. نحن ندافع عن حق قيام الدولة الفلسطينية بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعن الحق في الحصول على كل الضمانات لعودة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في اجزاء اخرى من العالم فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني لدي تجربه شخصيه في الدفاع عنه فعندما كنت وزيرا للتعليم العالي حضرت مؤتمرا حول التعليم العالي عقدته اليونسكو في ذلك الوقت وهو مؤتمر عالمي حول التعليم العالي وفي الخطاب الذي القيته باسم الحكومة الكوبية دافعت عن حق فلسطين في الانضمام إلى اليونسكو والاعتراف بها من قبل تلك الهيئة الدولية يومئذ لم أكن من أوائل المتحدثين لكن خطاب كوبا كان اول من رفع الصوت دفاعا عن فلسطين ومطالبا بالاعتراف بها من قبل اليونسكو واذكر تلك الواقعه بارتياح حيث انني بعد ان انهيت خطابي وعدت الى مقعدي اذا بممثلي مختلف دول العالم الداعمه لفلسطين اتوني ليشكروني على مواقف كوبا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحصل الاعتراف ليس فقط بسبب موقف كوبا بطبيعه الحال ولكن ايضا بسبب مواقف الدول الصديقه الاخرى الامر الذي عزز الاعتراف بفلسطين من قبل اليونسكو وبعد صدور ذلك القرار الكل يعلم كيف سحبت حكومه الولايات المتحده دعمها لليونسكو وكيف شنت ايضا هجومها عليها بسبب قرارها ضم فلسطين اليها عضوا فيها وانا احتفظ بتلك الذكرى كاسهام قمت به باسم بلدي في سياق العلاقات مع فلسطين. ايضا استقبلت القاده الفلسطينيين الحاليين واجرينا محادثات وحوارا في سياق علاقه متجذره. وهذا هو شعورنا تجاه كل الحركات التحرريه التي تدافع عن استقلال الشعوب وسيادتها وحقها في تقرير مصيرها. وبشكل خاص جدا تجاه حزب الله في لبنان الذي دافع مع قادته عن قضية الاستقلال وقضية تقرير المصير وقضية سيادة الشعب اللبناني لديكم رأي حول قائده السيد نصر الله؟ إنه زعيم عرف كيف يقود حركة تدافع عن قضايا الشعب اللبناني أخيرا سيد الرئيس عن ديس كنال الإنسان الرئيس وهذا هذا الشخص الذي خلف زعيمين الزعيم الكبير القائد فيدال كاسترو والرئيس راؤول كاسترو سيد الرئيس هل تفتقد فيدال؟ افتقده واعتقد انني سافتقده دائما وسيفتقده كل الشعب الكوبي كان فيدال قائدا غير عادي فيدال قاد الثوره الكوبيه من اجل كرامه الشعب الكوبي وكرامه كوبا وفيدال قدم ارثا لبلدنا لشعبنا لامريكا اللاتينيه ولمنطقه البحر الكاريبي وانا اؤمن بان الامر كذلك بالنسبه الى العالم اجمع فيما يتعلق بمبادئ العمليه الثوريه الحقيقيه التي تدافع عن حقوق الشعب وعن العداله الاجتماعيه والتي تجسد الانجازات الاجتماعيه العميقه من دون الاستسلام في وجه المحاولات المزعزعه للاستقرار والسياسه الامبرياليه العدوانيه ضد كوبا وسط ظروف الحصار الظالم واعتقد ان كل لحظه تاريخيه للثوره كانت محطه من محطات الارث الذي سطره فيدال في التاريخ انا ادرس فيدال باستمرار وفي اللحظات الصعبه والمعقده يكون سؤالي الاول دائما هو ماذا كان سيفعل فيدال في لحظه كهذه كما الجا الى كتاباته والجا الى خطاباته وتاملاته واحاول ان اجد اوجه الشبه بين اللحظات التي نعيشها وظروف معقده اخرى عاشتها البلاد سابقا تلك التي وجد لها فيدال حلولا في حينه. وادافع عنها بكل امانه وبكل التزام بفكره الذي اعتنقه ايضا على انه فكري على انه اقتناعاتي ايضا. لدينا التزام كبير بارثه. والتزام كبير باستمراريه الثوره الكوبيه والتزام كبير تجاه شعبنا وفي هذا المكان ايضا يوجد فيدال كل يوم وفيدال موجود في كوبا اليوم وفي جميع الاوقات ولكن في هذا المكان بالذات حيث كنت اعقد اجتماعات معه وحيث كان يعلمنا وحيث كان ينتقدنا احيانا هذا المكان الذي نمشي فيه على خطاه هنا كانت خطواته الواثقة دائما تتحقق على قدم وساق كل ذلك يضعنا في اتصال مباشر يومي ومستمر مع القائد مع الشيوعي الثوري مع رجل الأفكار الذي كان في دال في دال لا يزال حاضرا بيننا ولو أننا نفتقده دائما لأول مرة نسأل عن رول كثر لا يعرفونه عن كثب أو قلة تعرفه عن كثب وليس كثر لا يعرف. قلة تعرفه عن كثب ونود أن نعرف من هو رول شخصيته بماذا يتميز أعتقد أنك من أقرب الأشخاص على الأطلاق الذين عملوا مع رؤول وتستطيع أن تلخص لنا صفات شخصية هذا الرجل راول <applause> هو راؤول كوبي أصيل، ثوري عميق، وأنا أكن له إعجاباً وتقديراً كبيرين، وغالباً ما أخالف البروتوكولات عندما أشير إليه في خطاب أو كلمة أو اقتباس، فأنا أتحدث عن جنرال الجيش المحبوب راؤول كاسترو. لان هذا ما اكنه له في مشاعري لطالما كان راول مرشدا وابا في الوقت نفسه مرشد واب لديه القدره على الاستماع ويعطي رايه ايضا في الوقت المناسب بحزم وبصدق واخلاص في امر ما يراه خاطئا او انه لا يطبق بشكل جيد ولديه كل السلطه وكل الاقرار من قبلنا ومن بقيه القاده في البلاد ومن الشعب عامه ليعبر عن مشاعره واقتناعاته وافكاره سواء في اطار خاص ام في اطار علني راوول اود ان اقول انه لطالما كان الرجل الثاني المثالي الذي بذل الى جانب فيدال كل ما في وسعه للامتثال لتوجيهات فيدال وقد قام بذلك بشكل جيد فكان قدوه في ذلك حيث لم يتطلع قط الى ان يصبح الرجل الاول وبهذه الطريقه ادار الوزاره الاكثر كفاءه على الاطلاق في الثوره الكوبيه اعني بذلك وزاره القوات المسلحه الثوريه وهي ليست القوات المسلحه لاي بلد انها القوات المسلحه للشعب الكوبي التي ولدت من صفوف هذا الشعب وهي من انجازات الثوره الكوبيه القوات المسلحه مدينه لشعبها وعناصرها لا يشاركون فقط في مهام الدفاع عن الوطن، بل يسهمون ايضا في العديد من المهام التي تتعلق بالاقتصاد وبمجتمعنا وبمصالح الشعب الكوبي. انها مؤسسه تتميز بالحزم والصرامه، وقد طورت في صفوفها الفكر العلمي والمبتكر ايضا. بحس تنظيمي هائل وذلك منذ ان تاسست الجبهه الثانيه في سيارا مايسترا بتوجيهات من فيدال وعندما اتاه الدور ليواصل العمل بارث فيدال كان استمرارا له على راس البلاد فعل ذلك بتماسك هائل وبامانه ووفاء للثوره ولفيدال فغير اشياء كثيره ومهد الطريق للتحولات التي اقترحناها ايضا في هذه الاوقات انه شخص جريء قادر على التفكير بذكاء ويمتلك فهما عميقا لمشاكل البلاد والامر الاخر الذي يثير الاعجاب براول هو الشعور بالألفة الذي يزرعه في من يحيط به سواء في أوقات العمل أم أو في العلاقة الشخصية مع الرفاق وبالأخص يعتبر راول مضيفا رائعا وقد شهدت كيف يأسر قلب أي زائر أجنبي ودود يزورنا ربما لأن الناس يتوقعون أن يحصل معه حوار في كل حواجز البروتوكول المعروفة إذا بهم يجدون راؤول المنفتح مع الزائر والقادر على التحدث عن أكثر القضايا تعقيدا على الساحة الدولية أو الثنائية والانتقال إلى أكثر القضايا خصوصية التي تتعلق بأسرته وحياته وبفيدال وتجاربه الخاصة أو حتى بتقديم المشورة الإنسانية او تقديم النصيحه المخلصه كصديق وهذه هي الحال في مجال الاسره والذين يحيطون به فعندما اتحدث عن الاسره هنا فانا لا اعني فقط عائلته بل اتحدث عن تلك العائله الكبرى التي توحدنا نحن الثوار من خلال العمل ومن خلال تولي المهام في العمليه الثوريه وضع الكثير من الثقه في الشباب وفي الشعب بشكل عام كما يحمل باستمرار نظره متفائله نحو الحاضر والمستقبل راوول هو واحد من اولئك الذين لا يهزمون راول هو واحد من اولئك الواثقين بان النصر سيتحقق حتى في احلك الظروف وان السير قدما سيحصل لدي شخصيا ايضا التزام كبير تجاهه بخصوص الارث الذي سلمنا اياه نراه يشارك اليوم بتواضع كبير واعتقد ان راول لديه الجداره اضافه الى كفاءته والطريقه التي تولى بها قياده البلاد بعد فيدال لديه ميزه خاصه وهي انه صمم الانتقال الضروري في قياده البلاد من جيل الى جيل بسلاسه ومن دون اي تعقيد وهذا امر لا يمكن انكاره وكان يتحدث باقتناع منذ بدايه ولايته عن تاريخ انتهائها وقد اعلن ذلك منذ البدايه لقد أمضى راول وقتا طويلا في إعداد الكوادر وفي اختبارهم، وأعتقد أنه بهذا الموقف من التفهم والثقة، ساعد الأجيال الجديدة اليوم لتكون مشبعة ومنغمسة بتحمل المسؤوليات الرئيسية للبلاد في الحزب والحكومة والدولة. وفي مجال الاعمال التجارية والمؤسسات والاداره العامه من دون اي تعقيدات او عراقيل في اطار عمليه عضويه طبيعيه وهذا الامر لم تتميز به عمليات ثوريه اخرى وذلك يعود الى الدور الذي اداه راول والطريقه التي صممت وبنيت بها هذه العمليه اعتقد انه لم يتحدث عن ذلك كثيرا واكثر من ذلك اعتقد ان هذه هي المره الاولى التي اتحدث فيها في هذا الامر علنا لكنني اعتقد انها واحده من الافكار التي يجب تطويرها في المستقبل من بين العديد من الافكار الاخرى اعني الاسهامات التي قدمها راوول في البناء الاشتراكي للثوره الكوبيه والتي عكست فهمه لكيفية الانتقال التدريجي للمسؤوليات الأساسية للثورة إلى الأجيال الجديدة بس واضح أنك تحب رؤول بشكل خاص واستثنائي يعني هذا كلام <applause> كلام لم نكن نتوقعه ربما هو يعني يصف الواقع كما هو بدقة ولكن لم نكن نتوقع أنك يعني تحب هذا الرجل وهذا الشخص بهذا الشكل الحقيقة في التاسع عشر من نيسان أبريل المقبل يفترض أن تنتهي ولايتك الأولى في الحكم وسؤالي أولا هل سنراك كما نأمل في ولاية ثانية للرئاسة وفي هذا الإطار هل ترى نفسك سيد الرئيس بكل صراحة وبلا تواضع يعني هل ترى نفسك كنت أمينا على هذا الأرث الكبير في قيادة كوبا وشعبها وثورتها وما هي أولوياتك في المرحلة المقبلة وأظن أنك ستتحدث للمرة الأولى أيضا عن المرحلة المقبلة. حسنا نجري حاليا مشاورات مع الشعب وتعقد لقاءات المرشحين للمقاعد النيابيه مع المواطنين وذلك قبل موعد التصويت من قبل الشعب لاختيار نوابه بتاريخ السادس والعشرين من اذار مارس ولكي تنتخب رئيسا يجب اولا ان تنتخب نائبا لذلك فان الامر يتعلق كثيرا بما يقرره الناس وما اذا كانوا يرون او لا الشروط التي يريدونها في كل واحد منا لنصبح اولا نوابا واذا اصبحنا نوابا فان الجمعيه الوطنيه يجب ان تصوت لاحقا لانتخاب رئيس للبلاد لذلك كل شيء يتوقف على تقدير الشعب اولا وبعده تقدير الجمعيه الوطنيه التي تمثل هذا الشعب نعم اعتقد انني كرست نفسي للعمليه الثوريه وبالتزام كبير وقبل كل شيء اشعر على كاهلي بثقل مسؤوليه منصب الرئاسه داخل الثوره الكوبيه. لان ما لن اسمح به لنفسي على الاطلاق هو خيانه الثوره الكوبيه او ان لا اكون قادرا على تحقيق استمراريه ارث الثوره الكوبيه. وهذه فكره تلاحقني كل يوم. وتجبرني على تحسين ادائي. بل وايضا تتحداني لاتعمق اكثر على اساس رؤيه نقديه غير مكتفيه وغير راضيه بالحد الذي نحققه وفوق كل شيء الاحساس كثيرا بتطلعات شعبنا اشعر بالتزام كبير تجاه هذا الشعب لا يمكنك الالتزام بالثوره اذا لم يكن لديك التزام تجاه الشعب ولا يمكنك التحدث عن الاستمراريه اذا لم يكن هناك التزام تجاه الشعب كما انه لا يمكنك الحديث عن الحفاظ على ارث فيدال وراول اذا لم يكن لديك التزام تجاه الناس لقد عشنا اوقاتا صعبه كان علينا ان نواجه مجموعه من الاحداث والمحن وتجد المواطنين الان في العديد من هذه الاجتماعات واللقاءات التي نعقدها معهم في الاحياء يذكرني الكثير منهم بذلك فيقولون لم ترتح البته اولا جاء تحطم الطائره ثم الاعصار في هافانا والفيضانات وانفجار فندق ساراتوغا واحتراق خزانات النفط العملاقه واجراءات ترامب المئتان والثلاثه والاربعون ومن ثم ادرجت كوبا في قائمه الدول الراعيه للارهاب والان اعصار ايان ومجموعه كامله من المحن كانت تلك اوقاتا عصيبه واليوم نبحث بقوه عن كيفيه الخروج من التضخم الذي لدينا ومن مشاكل نقص التموين للشعب وكيف نسعى لتحقيق الاستقرار في نظام خدمه التيار الكهربائي في منظومه الطاقه الوطنيه وكيف ننجح في تنفيذ مجموعه كامله من الاجراءات التي تم تضمينها في استراتيجيه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي صممناها لتمكين البلاد في اقصر وقت ممكن ورغم ظروف الحصار المشدد من ان تحقق الرفاهيه والازدهار اللذين يستحقهما الشعب الكوبي وسيتحققان بكل تاكيد لدي الكثير من حالات عدم الرضا وقد انتقدت نفسي في الدوره الاخيره للجمعيه الوطنيه للسلطه الشعبيه في كانون الاول ديسمبر من العام الماضي وكان نقدا ذاتيا علنيا لعدم تمكني من حل المشكلات التي تواجهها البلاد حاليا وهي مشكلات معقده جدا تؤثر في الحياه اليوميه للمواطنين صحيح انني لا اعتبر نفسي مسؤولا عن هذه المشاكل فالامر يتعلق باكثر بكثير من اخطائنا واوجه قصورنا اضف الى ذلك الحصار المشدد المفروض علينا وكل مفاعيله ولكنني اشعر بعدم الرضا لعدم تمكننا من تعزيز مجموعه من الاجراءات لتكون اكثر كفاءه واكثر فعاليه في حل هذه المشاكل عدم الرضا هذا احمله معي يوما بعد يوم والتقي المواطنين يوميا بحثا عن اراء خبراء وعن مكامن المعرفه في محاولات من قبلنا لايجاد المسارات التي ستخرجنا قريبا من هذا الوضع ونحن ندافع عن هذا المفهوم الذي كلمتكم عنه قبل قليل وهو مفهوم المقاومه الابداعيه انا مقتنع بان الحصار لن يخف ولكنني اعتقد ايضا ان لدينا كل القدره ليس فقط على مقاومته بل على تجاوزه ايضا فبفضل الموهبه والجهد والذكاء والعمل سنتقدم في تنميه البلاد وستكون الاولويات على هذا الترتيب الاولويه الاولى هي الدفاع عن الوطن الدفاع عن البلاد والدفاع عن الثوره ونفترض ان كل ذلك يتكامل فيما بينه في كل ما نقوم به لتحقيق المنعه العسكريه والايديولوجيه والاقتصاديه فمن خلال تحقيق هذه المنعه العسكريه والاقتصاديه والايديولوجيه يمكننا الاستمرار في تعميق مفاعيل الانجازات الاجتماعيه للثوره لقد كان هدف الثوره قبل كل شيء تحقيق انجازات اجتماعيه والدفاع عن العداله الاجتماعيه وهذا يعني من الناحية الايديولوجية أن الأولوية هي أن نواجه بحكمة وموهبة وذكاء حملة التخريب السياسي والأيديولوجي الهائلة التي شنتها إدارة الولايات المتحدة ضد المجتمع الكوبي والموجهة أساسا نحو الشباب للسعي إلى إحداث شرخ وهوة بين الشباب والثورة وعلى الصعيد السياسي والايديولوجي اعطاء استمراريه لكل ما وافقنا عليه وتم اقراره في المؤتمر الثامن للحزب ولهذا السبب نحاول باستمرار استمزاج الاراء بدءا بقواعد الحزب وصولا الى اللجنه المركزيه فنحن نشجع النقاش في القضايا التي تم تناولها في المؤتمر والان نستعد بعد عامين من المؤتمر ونحن في منتصف الطريق الى المؤتمر التاسع اي في تشرين الاول اكتوبر من العام المقبل لعقد مؤتمر وطني في منتصف المده الفاصله بين مؤتمرين لاعضاء الحزب والذي سيسمح لنا بتقييم ما قمنا به خلال هذين العامين وما يتعين علينا القيام به في العامين المقبلين على الصعيد الايديولوجي نحن نشجع وفي واقع الامر نحن نفعل ذلك نشجع على ترسيخ مفهوم السلطه الشعبيه الذي يضمن المشاركه الشعبيه النقديه وتقديم المقترحات التي يمكن عرضها من خلال اجهزه السلطه الشعبيه التي تمثل الشعب وتنفيذها والدفاع عنها بمشاركه شعبيه وبمراقبه شعبيه ايضا اي كيف نسعى الى مزيد من الديمقراطيه ضمن مساراتنا القائمه على المشاركه الحقيقيه للشعب في صنع القرار لدينا ايضا التزام بالدفاع ومن الاولويات الدفاع عن الدستور الجديد الذي اقرته بلادنا قبل بضع سنوات ومن الالتزامات والاولويات التي لدينا في هذا السياق الموافقه في اقصر وقت ممكن على كل القوانين التي تدعم مواد الدستور الجديد يجب القول انه في اخر دوره تشريعيه كانت هناك فتره من اشد الفترات كثافه من الناحيه التشريعيه في البلاد طيله عمر الثوره وذلك لاحراز تقدم في قوانين الدستور ولا تزال لدينا مجموعه مؤجله من القوانين نقوم ايضا بترويج مجموعه كامله من البرامج وهنا اتحدث عن مجموعه من الاولويات التي تتعلق ايضا بما قمنا به وعندما اشير الى هذه القضايا فانني اشير الى المشكلات التي تناولناها بالفعل ونقوم بتطويرها والتي تشكل جزءا من تطلعات الناس لكننا نشجع العديد من البرامج ذات المفاعيل الاجتماعيه فهناك برنامج لتمكين المرأة، وبرنامج ضد التمييز بجميع أشكاله، وخاصة التمييز العنصري، وبرنامج ضد الاستعمار الثقافي، وضد ما تبثه المنصات التي تعمل لعودة الرأسمالية والنيوليبرالية وتحاول ان تفرض علينا المفاهيم الامبرياليه وبرامج اجتماعيه في الاحياء حيث يوجد اشخاص وعائلات في اوضاع هشه ونحن نواكب كل هذه البرامج انطلاقا من استراتيجيه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي تعزز التنميه المستدامه والشامله والتي تدعم الانجازات الاجتماعيه للثوره وتسمح بالقضاء على بعض اوجه عدم المساواه التي نشات في سياق الوضع الذي عشناه في الماضي القريب لتحقيق كل هذا انشانا ثلاث ركائز اساسيه في اداره الحزب وفي اداره الحكومه احداها هي العلم والابتكار ونحن نراهن على ان تنميه البلاد يجب ان تكون مدعومه بالعلم والبحث العلمي ولهذا السبب قمنا بتصميم نظام اداره حكومي قائم على العلم والابتكار يهدف الى تحقيق الترابط الضروري بين قطاع المعرفه الموجود في جامعاتنا وفي مراكز البحوث لدينا مع القطاع الانتاجي للسلع والخدمات وربط هذه المعارف بالاداره العامه التي ستاخذها الى برامج التنميه في المناطق وذلك بمشاركه الاطار التنظيمي باكمله واللوائح القانونيه التي تسهل هذه التحولات وان نكون متوافقين مع الطرح الفكري الموروث عن فيدال حيث قال فيدال انه يجب ان يكون هذا البلد بالضروره بلدا لرجال العلم والفكر وهذا هو السبب في اننا عممنا المعرفه والخبره على جميع البرامج التي ننفذها ونطورها لقد انشانا مجموعات عمل مؤقته للاهتمام بجميع السياسات العامه التي يجري تصميمها للحكومه بمشاركه متعدده الاختصاصات ومتعدده القطاعات من خبراء واكاديميين وعلماء وشباب ومتخصصين في القانون ومتخصصين في الاقتصاد كي تكون سياسات عامه دقيقه وقويه نعتمدها ونطورها في ظل القوانين التي تغطي تلك السياسات العامه بعباره اخرى ما نبحث عنه هو التشجيع انطلاقا من العلم والابتكار لفكر على المستوى الشعبي يجعل من السهل اللجوء امام اي مشكله معقده تواجهها الثوره اللجوء الى البحث العلمي في بلدنا وان تنتج عن انجازات البحث العلمي الاجراءات التي يجب تطبيقها لحل هذه المشكلات من خلال الابتكار الركيزه الثانيه هي التحول الرقمي للمجتمع الكوبي ونحن منخرطون في عمليه التحول الرقمي التي تعني تغييرا في العقليه ايضا انها حاجه ملحه لمجتمع اصبح الان هريما نتيجه لتقديمات الثوره كارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولاده وانخفاض معدل المواليد سنويا وبالتالي فانه في كل مره سيكون عدد السكان الناشطين اقتصاديا اقل وهذا القليل سيتكفل بعدد اكبر من السكان غير الناشطين اقتصاديا ولهذا نحن نحتاج الى السعي لمزيد من المردود والانتاجيه في جميع عمليات انتاج السلع الماديه وعروض الخدمات وايضا على المستوى الاجتماعي وبالتالي علينا خلق قدرات من خلال جعل الاجراءات وجميع الخدمات اكثر مرونه وأن يكون هناك أداء أفضل تجاه شعبنا من خلال التحول الرقمي للمعاملات وغيرها الركيزة الثالثة هي التواصل الاجتماعي أي كيف نتواصل وكيف يمكننا انطلاقا من الحقيقة تقديم المحتوى الخاص بنا وكيف يمكننا مواجهة هذه الحملة والهجمة الإعلامية الهائلة التي تشنها الامبرياليه والتي تركز على صناعه الترفيه مستفيده من سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شبكه الانترنت فتنتج باستمرار محتوى فاسدا ومبتذلا كيف نواجه بمحتوى تحرري حقا بمحتوى انساني حقا يعطي رؤيه مختلفه للمعرفه وان ياخذنا هذا المحتوى الى مجتمعات لا يتميز فيها الناس بما يستهلكونه ولا يتميزون بالسلع الماديه التي يمتلكونها بل يتميز الناس بمعرفتهم وانسانيتهم واسهامهم في المجتمع وبتضامنهم هذه هي الركائز الثلاث وهذا هو المكان الذي نركز فيه ايضا على الاولويات نحاول دائما التركيز على طريقه قياده الثوره سياسيا وممارسه السياسه من خلال البحث في ثقافتنا في جوهرنا في جذورنا وفي تاريخنا عن اجابات للمشكلات الحاليه من خلال القوانين في دوله القانون التي تدافع قبل كل شيء عن العداله الاجتماعيه والانصاف انطلاقا من القيم الموجوده في ذلك التاريخ وانطلاقا من الحقيقه مهما كانت قاسيه دائما مع الحقيقه البينه امام شعبنا وانطلاقا من هذه المجموعه من التطلعات التي تقوم على الاستمرار في تحسين اشتراكيتنا وتطوير البناء الاشتراكي والحفاظ على وحده الثوره واستمراريتها فالاولويه بالطبع هي الشعب وكيف نحقق رفاهيه شعبنا والتي نحن بدورنا نخطط لتحقيقها باسهام جميع افراد هذا الشعب هذه هي اقتناعاتنا واولوياتنا وهذه هي العثرات التي كان علينا مواجهتها لكن لا شيء من هذا يثبط عزيمتنا مهما كانت الاوقات صعبه ومهما كانت الظروف معقده فان جمال تلك التحديات يكمن في ان لدينا القدره على التغلب عليها وعندما نتغلب عليها تكون لدينا القدره على توليد احلام جديده وعلى تحقيق احلام جديده انا مقتنع بكل الجهود التي يجب بذلها وبكل الاشياء التي يتعين علينا تغييرها وفي اللحظه المناسبه لتغيير كل شيء انطلاقا من اوسع مشاركه للجميع وتقديم الافكار وابداء الاراء من الاشياء التي عملنا لها عمليه وضع اللوائح القانونيه الداعمه للدستور الجديد بحيث يكون هناك المزيد من الاستشارات الشعبيه قبل الموافقه على اي قانون في الجمعيه الوطنيه وبالتالي حققنا العديد من الانجازات في هذا الاطار على سبيل المثال اعتمدنا مؤخرا قانون اسره حديثا وتحرريا ويعترف بالتنوع ويمنح ضمانات لجميع العائلات الموجوده على ارضنا ويدافع عن حقوق الاجداد تجاه احفادهم والعكس صحيح وعن حقوق الاطفال ويطالب بمسؤوليه الوالدين والاسر في تربيه ابنائهم كما يطالب بمسؤوليه الدوله لجهه اعطاء ضمانات كي يتسنى للاسره ان تنمو ايضا نهدف الى اعاده تنشيط وتحسين مجموعه كامله من البرامج الاجتماعيه التي تقودنا الى ذلك والى اعطاء الحياه حقها وكذلك الناس والى القضاء في كل مره اكثر على بؤر عدم المساواه وتعزيز المزيد من الرخاء هذا باختصار هناك قائمه طويله من الاشياء التي قمنا بها والامور التي روجناها وما نطمح اليه في المستقبل وما نحلم به وما نقدمه لانفسنا بشغف ولو اننا ندرك ان دون ذلك مخاطر وضروره القيام بذلك في خضم اكثر الظروف سوءا وتعقيدا ولكن وكما علمنا فيدال وراول ان نحافظ على ملء الثقه بالشعب فبامتلاك ثقه الشعب سوف نزيد من ثقتنا بالنصر ونحن ننمو ونكبر بفضل الثقه والتفاؤل بالحاضر وكذلك بالمستقبل هذه هي اقتناعاتنا وهذا هو التقييم الذي نجريه. ما يتعين علينا القيام به هو اكثر مما تمكنا من تحقيقه ولدينا احساس عميق بعدم الرضا ولكن لدينا رؤيه متفائله للغايه حيال ما يمكننا تحقيقه. يعني آه كلام صريح، كلام شفاف، هذا كلام عن مشروعكم. آه كلام شجاع في النقد الذاتي ولكن ايضا كلام واعد في حول المرحله المقبله. سيد الرئيس انا اعرف انك الان حدثنا عن عن شخصك كرئيس وعن وكنائب وكثوري ولكن اعرف انك لا تحب ان تتحدث عن نفسك. وانا في حديث الجانبيه معكم يعني اسالكم عن عن شخصكم وتجيبونني. ولكن إن أخشى لا تجيبني عن شخصك على الهواء مباشرة لذا سأتجرأ وأسأل عن شخصكم الكريم أولا شكرا لأنك غيرت موعد المقابلة مقابلة من السادسة صباحا فجرا إلى المساء وثانيا شكرا لأننا قدمنا من هناك باتفاق على مقابلة في خمسين دقيقة فإذا بنا أمام أكثر من ثلاث ساعات ثالثا هل ما زلت تمارس الرياضة سيد الرئيس؟ وهل تجي وقتا لعائلتك العزيزة الكريمة لحرمكم السيدة ليس الدكتورة ليس النشطة والأستاذة الجامعية لولديك العزيزين حسنا أعتقد أنني رياضي خائب وموسيقي خائب فنان خائب أعتبر نفسي رياضيا من ذوي الأداء المتوسط دعنا نقول لست من ذوي الأداء العالي ولا المنخفض متوسط الأداء لكن في طفولتي كنت ألعب البيسبول ثم في المدرسة الثانوية وقبلها كرست نفسي لكرة السلة وبعد ذلك غمرت بلعبة كرة الماء وفي هذه الأوقات حيث يكبر المرء صرت ألعب البيسبول حاليا أمارس الرياضة يوميا وحاول المشي لمسافة أربعة كيلومترات أو خمسة كل يوم وفي عطلات نهاية الأسبوع أمارس بعض التدريبات على رفع الأثقال وأحاول أيضاً السباحة عندما أستطيع ذلك. في الموسيقى حاولت أن أتعلم العزف على الجيتار، ويبدو أنني لا أمتلك أذناً جيدة، ولم أتجاوز مرحلة تعلم استخدام الأوتار. ثم حاولت تعلم الايقاع ودق الطبول وايضا لم اكن ناجحا جدا في ذلك وفي وقت ما ايضا بسبب الرغبه في القيام بشيء ما في مجال الموسيقى اجريت اختبارا للعزف على اله البوق في فرقه موسيقيه في مدرسه ثانويه وكنت اسوا عازف على اله بوق ولكن بسبب عدم التحاق الجميع باختبار العزف على اله البوق اختاروني انا في النهايه هذه هي مشاعر الشغف لدي في الحياه ولا اندم على الاخفاقات المفترضه التي مررت بها لانها اعطتني ايضا مشاعر جميله انها الحياه اكرس مكانه اساسيه للعائله ولا يمكن القيام بمهام قياديه بهذا التعقيد من دون الاعتماد على دعم الاسره ومن دون وجود مساحه للعائله نحن عائلة مترابطة جداً وأوقاتنا الأفضل هي التي نقضيها معاً. لذلك لدينا تقليد نحافظ عليه قدر الإمكان وهو أن نلتقي على الأقل يوم الأحد كعائلة. في يوم الأحد يعود أبناؤنا الثلاثة عموماً إلى منزل الوالدين مع عائلاتهم، أزواجهم وزوجاتهم، مع الأحفاد والجدات والإخوة. وكذلك العديد من الاصدقاء نلتقي في مساحه للمشاركه والتحدث ليستمد بعضنا القوه من بعض من بين ابنائنا الثلاثه هناك من يعيش معنا ويعمل معي ايضا هو متخرج في كليه الحقوق ومتطلب للغايه اقول عنه انه المعارض في المنزل لانه ينتقد دائما وهو ليس دائما على حق لذلك لعله سيشاهد لاحقا هذه المقابله ليعلم ان ليس كل ما يقوله دقيقا الا انه صارم جدا في العمل ولديه مستوى عال من الالتزام والحرص على ان تسير امورنا بشكل جيد والاثنان الاخران موسيقيان فنانان لديهما فرقه موسيقيه يؤلفان الاغاني وانا المعجب الاول بتلك الفرقه ونحبها حقا وخاصه عندما يعزفون في المنزل بالنسبه الى زوجتي زوجتي ليس تربطنا علاقه قويه جدا علاقه حب حقيقي ترتب علينا ايضا مسؤوليات تجاه العائله واعتقد ان ليس هي مركز العائله الى حد ما ليس هي الشخص الذي يهتم بمشاكل الجميع الاصدقاء الابناء الاحفاد ولديها القدره على الوصول الى الجميع وتعويض غياباتنا لكن ليس أيضا صديقة ورفيقة في النضال. تحمل أفكارا ثورية ولديها حس نقدي للغاية. وهي ذات بصيرة ثاقبة للغاية. سواء في عملها المهني أم في التقييمات التي تقوم بها لعملي وللأشياء التي نقوم بها أيضا. لذلك فان الساعات التي نتشاركها ليست فقط من وحي العاطفه بل هي لنناقش ونفكر ونحلل ولنخرج باقتراحات وخطط وبالنسبه الي كلها امور تؤثر بي في الحياه لان هناك منظورا اخر للامور التي نقترحها في السياسه والاقتصاد ويجب التعاطي معها ايضا من منظور ثقافي ليز تسهم كثيرا ايضا من خلال صدق مشاعرها وعمق عاطفتها واحترامها لمعايير الاخر وكل هذا اسهم في ان اكون افضل كانسان وايضا كمسؤول فهي تساعد على تقدير الاختلافات في الراي بشكل افضل لامتلاكها الصبر للاستماع الى الاخر لذلك اؤكد لك ان افضل وقت يخصصه المرء هو الوقت الذي يخصصه للعائله ولكن ايضا الوقت الذي نخصصه للشعب وفي الوقت الذي نخصصه للشعب نتعلم باستمرار منه ونحترمه لاننا نستمع الى ما هو عليه فعلا ونحن نحترم هواجسه واذا كنا على تناغم مع هذا الاحترام وهذا التلاقي مع الشعب فذلك بفضل ما تعلمناه منه والذي سيمكننا بالتالي من حسن التصرف وتحسين ظروف هذا الشعب نعم، أنا أدافع عن الأسرة بهذه الطريقة، وأعتبر أن من الممكن دائما إيجاد مساحة للمشاركة كعائلة، وأشعر بالدعم من أفراد أسرتي، وأشعر بالتفاهم القائم، كما أشعر أيضا بالمعارضة في داخل العائلة. ولما لا؟ ايضا احيانا اقترحنا كعائله اشياء شامله جدا كجزء من الشعور بالمسؤوليه التي نتميز بها لقد التزمنا ليس وانا بانهاء كل منا رسالته للدكتوراه والتي كنا قد اجلناها لسنوات عديده وفي زمن جائحه كوفيد وارتباطاتنا بالعمل الذي قمنا به والحلول التي كان يجب إيجادها خلال الجائحة كلانا التزم وكلانا وفى بالتزامه وأعتقد أننا كنا بهذا قدوة لبقية أفراد الأسرة أنا ألاحظ بأن الجميع هنا كان مسرورا وربما حتى متفاجئا بما تقول في حديثك عن نفسك وعن عائلتك ليس فقط السيدة ليس الذي أتمنى أن أخذ لها صور حتى الفريق اللي معك الفريق الإعلامي الرائع والمعاونين جميعا شكرا لكم على هذا الكلام الجميل والشفاف والصريح وأتمنى أنه ليس فقط المشاهدون العرب ومشاهدي العالم ولكن الشعب الكوبي أيضا أن يستمتع بهذا الكلام الجميل والشفاف والصريح عن شخصك العزيز والكريم سيد الرئيس سؤال أخير إذا سمحتم أو سؤال في جزئين وانا اعتذر انني اطلت عليكم كثيرا ولكن تاكد لنا انك رياضي ماهر وممتاز بدليل انك بقيت اكثر من ثلاث ساعات والتجالس معنا ما هي رسالتكم الى قوه التحرر المقاومه في العالم وفي عالمنا العربي بشكل خاص <applause> رسالتي هي ألا تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع دائما وأبدا عن سيادة الشعوب واستقلالها وحقها في تقرير المصير حقها في أرضها وأن لا تغير اقتناعاتها بأن عالما أفضل هو أمر ممكن وأن علينا جميعا أن نجعله ممكنا من خلال نضالنا المستمر آه لاننا وسيله اعلام، ما هي رسالتكم الى الاعلام الحر في العالم؟ اعلام الجنوب الى شبكه الميادين وجمهورها في العالمين العربي والاسلامي وعالم الجنوب بشكل عام. بالنسبه الى الاعلام الحر، رسالتي هي ان يدافع هذا الاعلام عن حقيقه الشعوب وعن جذور الشعوب وعن هويه الشعوب. وان يستخدموا المنصات لانتاج محتوى تحرري حقيقي محتوى يسهم في تطور الانسان محتوى مناهض للاستعمار ومحتوى مناهض للابتذال والتفاهه اما انتم طاقم وفريق الميادين وصديقتنا السيده وفيقه انتم جميعا شكرا من اعماق قلبي شكرا من اعماق قلبي على كل التعاطف الذي تظهرونه دائما تجاه كوبا وللطريقه التي تتعاملون بها مع القضيه الكوبيه وكانها قضيتكم شكرا لكم على الدعم الذي قدمتموه لنا في اصعب الاوقات عندما خرجتم للدفاع عن الحقيقه حول كوبا وجميعنا يعلم ان الدفاع عن كوبا له ثمنه شكرا ايضا للمهنيه العاليه التي تعملون بها هذه الاحترافيه التي لم تنقلوا من خلالها واقع كوبا والعالم فحسب بل ايضا نقلتم الينا رؤيه العالم العربي قيمه وثقافته وتاريخه وقضاياه واليوم في هذا الوقت بالذات اشكركم على الفرصه التي منحتمونا اياها لنكون في احدى مساحاتكم في هذا الحوار الخاص معكم وان نتبادل الاراء والافكار ونطرح وجهات نظر عديده بشان ما يدور في هذا العالم ولاسيما عن الثوره الكوبيه عن قيامنا عن ارث فيدال وراؤول وقبل كل شيء عن مشاكلنا وعن الامور التي نطمح الى تحقيقها اعتقد ان كل هذا له علاقه كبيره بحقيقه ان شعبي العالم العربي وكوبا شعبان شقيقان فنحن امتان شقيقتان وسنقاتل دائما حتى النصر شكرا جزيلا هذه شهادة عزيزة كبيرة نعتز بها سيد الرئيس دكتور ميغال دياس شكرا لاستقبالكم الجميل والرائع أنتم تعلمون أن هذه ثاني مقابلة أجريها في حياتي في هذا هذا القصر الجميل قصر الثورة قبل عقدين سعدت وتشرفت كثيرا بإجراء مقابلة مع الزعيم والقائد التاريخي الكبير والأممي في ذلك كان في مكتب آخر أصغر من هذا واليوم نحن نسعد كثيرا في هذا اللقاء، انا الذي اعتبره لقاء تاريخيا بكل ما للكلمه من معنى واقول هذا بصدق. شكرا لكم سيدي الرئيس العزيز. شكرا لفريقكم الجميل والرائع. شكرا لحرمكم الدكتوره ليس على تعاونها الكبير في الكواليس. المشاهدين لا يعلمون هذا الامر. شكرا لفريقكم الكبير الاعلامي الكبير هنا في ال... في ال... في ديوانكم الرئيسي جميعا من دون استثناء. شكرا لمستشارتكم الاخت ارلين رودريغيز. شكرا لوزارة خارجيتكم شكرا لسفارتكم العزيزة في بيروت شكرا لهذا الحب الذي تلقيناه هنا في كوبا نعيدكم بأن نبقى على هذا النهج نهج حرية الأعلام وفي الوقت نفسه مناصرة كوبا الثورة والشعب المظلوم والمحاصر وكل حركة تحرر في العالم أود اسمح لي أيضا نشكر الفريق الذي تشرفت بأن يكون معي العزيزة وفيق إبراهيم الذي نعتبرها بالمناسبه سفيره كوبا في عالمنا العربي شكرا للفريق هنا طوني عون ريتا وهبي إلي فضول رشاد بومجير وايضا امير بن جدو شكرا للمخرج العزيز آه، الذي اخرج آه، انيغما ونتمنى لكم الفوز في الرئاسه في الولايه المقبله ونحن على ثقه ان هذا الشاب العزيز الثوري الكبير آه، الدكتور ميغيل دياس كانيل سيكون رمزا حقيقية ليس فقط لكوبا ولكن لشباب العالم ولعالم الجنوب ولأمريكا اللاتينية نحن على ثقة ما أقول والأيام بيننا شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة ونعتذر على هذه الإطالة ولكنها كانت إطالة لا شك بأنها كانت مثمرة وجميلة وفكرية وثقافية وسياسية مختلفة جدا أتمنى أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله في أمان الله الى اللقاء وشكرا لكم على هذه السلسله الوثائقيه الجميله إنيجما التي قادتنا مجددا الى الدخول بعمق اكبر الى ارث الثوره الكوبيه التي عالجتموها في السلسله بشكل جيد، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، شكرا. <applause>